يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقه جديده من إن بوكس على شاشه صدى البلد. النهارده معانا فقرات مختلفه ومتنوعه ومبادرات مفيده جدا تماشيا مع الظروف اللي احنا عايشينها. هنتكلم في كل تفاصيل حلقتنا النهارده، لكن الاول ارحب بعمر. ازيك يا نوران؟ ازيك يا عمرو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام، انت اخبارك ايه؟ انا كويس جدا، والساده المشاهدين اكيد كويسين. يا رب دايما. يا رب دايما، احنا وهم يا رب. معانا ايه النهارده؟ طيب خلونا نبدا بالساعه الثانيه. هيكون معانا النهارده جوله قانونيه في إن بوكس بعد المداوله مع سياده المستشار احمد فوزي حجازي، علشان نرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم، وكمان نعمق ونقوي معلوماتنا القانونيه. حلو جدا. اما في الفقره الاخيره من الساعه الاولى الإن بوكس، هيبقى معانا مبادره لطيفه جدا بخصوص ركوب الدراجات والعجل الفترة دي تحديدا. يمكن فترة الكورونا ناس كتيرة قوي قعدت في البيت، لكن لقت انه وسيلة العجل يا عمرو بقت ثقافة منتشرة جدا، ما كانتش موجودة عندنا في الاول، وخصوصا ما بين البنات انتشرت بشكل كبير جدا. ويمكن دي يعني رياضة بتحقق برضو نظرية التباعد الاجتماعي، لانه انت لما تنزل بعجلتك ما فيش خطر خالص لما حد ينزل معاك، انت كده كده بتبقى بعيد عنه، وفي نفس الوقت بتمارس رياضة مفيدة للصحة ولجسمنا. عشان كده كان وزير الشباب والرياضة طبعا دكتور أشرف صبحي يمكن أطلق مبادرة بخصوص ركوب العجل وتشجيع الفتيات كمان على ركوب العجل والمواطنين بشكل عام، تحت اسم دراجتك صحتك. والمفيد في المبادرة دي واللذيذ فيها أنه بيوفر دراجات بأسعار مناسبة جدا عن أسعار السوق الموجودة. أنت عارف الطلب لما بيزيد على حاجة طبعا أسعارها بتزيد جدا، فالدراجات دي بالوزارة بتوفرها للناس بسعر رخيص جدا عن سعر السوق الأصلي. صحيح، يمكن ده جزء في السداد كمان. بالظبط، يمكن ده جزء من او الجزء اللي بتعمله او الدور اللي بتقوم بيه وزاره الشباب والرياضه، انها تدعم ده. ويمكن ما شفناش ده قبل كده، فكره ان انا انزل عجل مدعوم وبالتقسيط ومش عارف ايه، علشان الفكره تنتشر. بالاضافه لكده كمان عندنا البنيه التحتيه الفتره دي مع التجديدات والتحديثات بدات تسيب لنا كمان مساحه انه اي حد يقدر يسوق عجل في اماكن متنوعه، وان شاء الله مصر كلها تبقى قابله لده. وفكره ثقافه انه الواحد يروح شغله بدراجة أو بعجلة، دي أولا بشكل إيجابي هتكون شكل إيجابي جدا على الصحة والتباعد الاجتماعي علشان كورونا، وتقليل التلوث كمان. بالضبط. ويمكن كمان دي كانت مبادرة قبل كده من رئاسة الجمهورية شفناها، علشان في كلنا نركب عجل. يمكن شفنا كلنا كمان سيادة الرئيس 6 الصبح بالعجلة، ولا ما هو إحنا ده بالأمثلة، التعلم بالأمثلة، بنشوف ده بيعمل كده فأنا بعمل كمان كده، في مقابل هلاقي هنا تسهيلات. صح. في مقابل اهي طبعا شفنا حتى كمان الالوان المستخدمه عجبانا انا شخصيا. بالظبط. يمكن احنا معانا على الشاشه طبعا مبادره وزاره الشباب والرياضه دراجتك صحتك. وكمان الحلو جدا في الموضوع انه كان في مبادرات من قبل ظروف الكورونا كانت بتشجع الناس على ركوب العجل، وتحديدا الفتيات. يمكن دي ثقافه زي ما قلت في الاول مش منتشره كتير قوي في مجتمعنا، لكن دلوقتي بدات تنتشر. المبادره دي اسمها وينجز بايك، يمكن هي بتدعم الفتيات ان هم يركبوا عجل، وبيبقى معاهم طبعا برضو شباب، وبيعملوا رايدز او زي جولات بركوب العجل في الشوارع، وبيعملوا طبعا زي خط سير كده يمشوا بيه. المؤسسين المبادره شيماء عثمان والمهندس مصطفى سعودي هيكونوا منورنا في اخر الفقره او في اخر الحلقه، عشان نتكلم معاهم ازاي تم التنسيق ما بين المبادره اللي هي مبادره وينجز بايك مع وزاره الشباب والرياضه، عشان يدعموا الناس ان هم يركبوا عجل، وتحديدا ايضا التركيز على البنات الفتره اللي جايه دي في ركوب العجل. انا لما بشوف اصلا اي حدث ناس كده مجموعه من الدراجات ماشيه في الشارع، انا نفسيا بفرح. يعني بحس انها حاجه حلوه. ودلوقتي بقينا نشوف تيمز اولاد وبنات بينزلوا يتحركوا من مكان معين، او يا جماعه مثلا احنا هننطلق من النقطه الفلانيه، هنتحرك منها وهنوصل النقطه الفلانيه، وده هيكون الساعه كذا الصبح، فبتبقى حاجه بتبقى لطيفه حلوة جدا. وكمان بيبقوا لابسين يونيفورم معين، وبيبقوا ماشيين زي حاجه اسمها فورميشن، يعني طريق كده وتكوين معين هم بيمشوا فيه، ما بيحدوش عنه ابدا، بيبقى ليهم ليدر، وبيبقى كمان معاهم وسائل مساعده، عربيه اسعاف وعربية فيها معدات العجل، لو حصل لقدر الله ان عجلة حصل لها حاجة في الطريق بيعملوا لها تصليح، وبعد كده بيقدروا يكملوا الرايد تاني بعدها. تمام، خلينا بقى نتكلم عن الفقرة التانية. الفقرة التانية بقى يا جماعة هنتكلم فيها عن تأثير السوشيال ميديا في الوقت ده. معنا كده مجموعة من الإحصائيات هندردش فيها معاكم شوية عن استخدام الفيسبوك، عن استخدام الواتساب، عن استخدام التصفح عامة على السوشيال ميديا. هل المعدل زاد مع كورونا ولا قل؟ هل
طبيعه الاخبار على السوشيال ميديا بتدفع الشخص للاكتئاب او ربما يتخنق لما يتابع السوشيال ميديا بالبلدي كده، ولا حاجه حلوه بالنسبه لنا؟ ده ممكن كمان يجرنا على فكره الناس اللي بدات تدمن السوشيال ميديا وهي مش واخده بالها. الفقره الثانيه مهمه جدا، انتظرونا يا جماعه وتابعونا فيها جدا. اما دلوقتي فاحنا حابين نتكلم معاكم بقى عن موضوع لطيف جدا، ويمكن معانا هيبقى كمان شويه معانا على التليفون شاب ابتكر فكره انه يعمل فرشة للكتب بس للكتب الأصلية. احنا هيبقى معانا تقرير للشاب خالد ناصف، هو يمكن يمتلك دور نشر. الفترة اللي فاتت كان في عزوف يا عمرو عن قراية الكتب، نظرا الناس خايفة تنزل الشارع، خايفة تتجمع في محلات مغلقة، كمان الناس ما بقتش مهتمة قوي بالقراية على قد ما بقت مهتمة انها تتابع اخبار الكورونا والمستجدات بتاعتها. يمكن ما فيش اعمال جديدة لكتاب جداد للكتب طول الوقت، كان قبل كده في اعمال ودور النشر كانت دايما باستمرار بتنشر كتب جديدة للكتاب اللي موجودين حوالينا، لكن الفترة دي في عزوف كبير جدا على الكتب. فعشان كده احنا معانا تقرير بيتكلم عن انه صاحب دور نشر لقى انه المبيعات عنده قليلة جدا، محدش بيقرأ، ففكر انه يعمل فرشة في الشارع زي ما في ناس كتير بيعملوا فرشات للشارع يبيعوا من خلالها كتب. لكن للأسف الفرشات اللي كانت موجودة بتبيع كتب مضروبة. يعني إيه كتب مضروبة؟ يعني أجيب الكتاب الأصلي، طبعا بغير في الغلاف بتاعه، بغير في ماركة أو جودة الورق، وببيعه بسعر رمزي جدا يختلف تماما عن السعر الأصلي للكتاب. طبعا ده بيقضي على حقوق النشر، حقوق الكاتب، نسبة المبيعات المفروض يكسبوها من الكتب دي. عشان كده خالد ناصف حب ينافس الناس دي من خلال انه يعمل فرشة مقننة ليها ترخيص في العتبة ويبيع الكتب الأصلية اللي موجودة عنده في دار النشر. خلونا نطلع نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا معاكم. جات لي اول ما لقيت جماعه اصحابي بيقولوا لي ان احنا هنقفل عشان خاطر مفيش مبيعات وخاطر مفيش شغل. فالفكره جات لي ان انا مش هينفع ان انا افضل قاعد في البيت، انا مش بتاع مكتب وتكييف والجو ده، انا حابب ان انا اعمل حاجه وحابب ان انا اوصل للقارئ المحب للكتب للقراءه كتاب بسعر برضو اللي هو منافس للمافيا التزوير. فانا قلت طب انا هعمل ايه واروح فين واجي منين؟ فلقيت انسب حل ليا ان انا انزل وسطيهم، هبقى واحد منهم بس شغال في السليم، شغال في كتب اصليه 100% من كل دور النشر. انا بقى لي 15 سنه شغال ناشر، فخدت الموضوع اللي هو على محمل الجد زي ما بيقولوا، اللي هو يلا بينا. نزلت عملت فرشه، جبت استنداتي، اجرت الفرشه بسعر مبالغ فيه بس انا اللي عايزه مش هو اللي عايزني، ونزلت وعملت شغل والحمد لله بعمل خصم فوق الخصم. يعني انا باخد من دور النشر خصم كبير، بعمل عليه خصم، مش مهم ان انا اكسب دلوقتي بس المهم ان انا اظهر الفكره والموضوع للنور. كان في دعم بصراحه من دور نشر كتير، وان هم بعتوا الشغل على سبيل الاجل اللي هو انا ابيع وبعد كده نتحاسب، فدي خطوه منهم ايجابيه جدا، يعني مش خطوه وحشه. انا عندي هنا في فرشه الوطن بعمل خصم على الخصم لدرجه ان انا ممكن ما اكسبش. انا هدفي ولا ان انا اعمل هامش ربح عالي، ولا انا اعمل اكسب، ولا انا ابني عمارات، ولا اعمل اي حاجه من دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا اجيب ايجارها وان انا اجيب ايجار الراجل اللي واقف شغال فيها. انا مش عايز حاجه تاني، وعايز ان انا انشر الكتاب الاصلي في كل حته، ارجع الكتاب الاصلي في كل حته، مش في وسط البلد بس ولا في القاهره بس. شفنا خالد في التقرير وفكرة ان هو مش حابب يقعد بقى مكتب وتكييف وعايز يشتغل، دي اول حاجة، دي اول قيمة شفناها في التقرير. فكرة اساسا الكتب الورقية يعني مش هنقول اللي بتنافسها الكتب الالكترونية، وشفنا انصار ده وانصار ده، لكن لما نلاقي الكتب الورقية في تحدي كمان قدامها، قدام الكتاب وقدام دور النشر، ان في كتاب ممكن يبقى ب 120 جنيه او ب 100 جنيه يتباع ب 5 جنيه، فدي بتبقى دي تعتبر ظلم، ظلم، وده حق ناس، حق كاتب وحق دار نشر المفروض انها تعود عليها. ما نبصش بس ان هو اهم حاجة الناس تقرا واهم حاجة، لا، ما هو برضه في سكة
بالزبط. في سكه سليمه. يمكن الاتجاه الثاني اللي احنا شفناه في التقرير انه خالد واللي زيه حاولوا يفكروا ان هم ينزلوا للناس في الشارع، في ناس كتير ممكن تكون عايزه تقرا لكن مش عارفه مكان دور النشر، مش عارفه تدخل مكتبات يختاروا ايه من الكتب يبداوا يقروا مثلا بيها، يحببوا نفسهم ازاي في القرايه، عشان كده خالد عمل نصبه في الشارع او فرشه في الشارع، بس الميزه انه الكتب اصليه، يعني حقوق الكاتب موجودة، حقوق دار النشر موجودة، الكتاب هيتباع بسعره الأصلي، ممكن يقلل شوية زي ما هو كان بيقول إنه بيعمل خصم أو يمكن خصمين كمان على سعر الكتاب، ولكن في الآخر كل حق محفوظ لصاحبه، والفرشه دي مقننه وليها ترخيص بالظبط غير الحاجات الثانيه. واحنا طبعا مقننة. يعني طول عمرنا نعرف مثلا ممكن الواحد ياكل حرام نقول له حرام، انما يقرا حرام. بص بالنسبه للناس للقراء ما بيبقاش، ممكن واحد ما بيبقاش عنده ثقافه قوي لسه ما بيبقاش مميز الفرق بين الكتاب المضروب والكتاب الاصلي، هو بيبقى عايز يقرا وخلاص، لكن العيب بقى على البياع او صاحب الكتب دي، هو لما بيبيعها بسعر زي ما انت قلت ب 10 جنيه ولا ب 5 جنيه ده طبعا حرام، لان هو في الاخر هو بيكسب برضو بالتأكيد. بعد السعر الرمزي ده جدا هو بيكسب لأنه هو مغير في شكل الكتاب يعني بشكل كامل بالظبط. يمكن يعني اللي مش قادر يشتري الكتاب الأصلي ممكن مؤقتا ينزل نسخة بي دي اف يستعين بها لحين ما يجمع فلوس الكتاب الأصلي، لكن فكرة أنه أكثر القواعد هو أساسا البني آدم ممكن يجيب كم كتاب في الشهر؟ كتاب أو كتابين بالكتير، لو أنت يعني لو هو القراء المتوسطين يعني كتاب أو كتابين في الشهر، فما أعتقدش أنه ده يعني هيبقى مبلغ عالي قوي يعني. ويمكن في ناس بتحاول تخصص جزء من فلوسها كل شهر أن هم يبقوا ده للقراية وللكتب، في ناس عندها نهم القراءة ومحبة جدا للقراءة بتستنى معرض الكتاب من السنة للسنة صحيح. عشان يمكن بتحوش طول السنة عشان ينزلوا يعملوا تجميعة كبيرة جدا من الكتب من كل الأنواع والأشكال. فإحنا بنحيي جدا خالد على الفكرة دي إن هو نزل للناس في الشارع للقراء اللي بيحبوا القراية واللي مش متعودين يقروا أو اللي ما بيحبوش القراية يمكن يحببهم في القراية، حد يعني رواية تلفت نظره يقف يعرف إيه تفاصيلها إيه قصتها ويشتريها ويبدأ من هنا بقى تاريخه مع قراية الكتب. صحيح. بالمناسبة القراء دايما أشوف كده لاحظ حتى اللي بيقف يشتري كتاب دايما يقلب فيه الأول ويبص ويقلب في صفحاته، أنا ما ببقاش فاهم الفكرة أوي. لا دي أنا معاها جدا. إيه الفكرة؟ الكتاب مبدئيا ده للشخص القارئ بقى المتمكن يعني اللي هو متعود دايما يقرأ عشان يعرف الكتاب ده مضمونه إيه، بدل ما يشتريه وفي الآخر ما يعجبوش مضمون القصة بتاعته ويسيبه وما يستفدش بفلوسه، بيقرأ طبعا اللي هو البايوجرافي أو الصفحة الأخيرة اللي ورا وبيقرأ المقدمة وبيعرف مضمون الكتاب بيتكلم عنه، عشان كده تلاقي دايما كل كاتب بيدي اختصار كده عن الكتاب بتاعه بيتكلم أو الفكرة العامة بيبقى مهدى لمين، وفي النهاية بيكتب تاريخ أعماله هو كتب إيه وعمل إيه. ده طبعا للشخص اللي بيحب القراية بتفيده لأنه بيعرف الكتاب ده هل هيشده للقراية ولا ممكن يختار كتاب تاني غيره. فأنا مع الفكرة، أنا طبعا أنا مؤيدة جدا، بس كنت يعني اللي هو إيه يمكن عشان أنا بس من نوعية الناس اللي هو ببقى نازل عارف الكتاب اللي أنا هشتريه أصلا يعني، فمش انت بتبقى محدد من الاول. ويا سلام بقى لو الاقيه متقفل جاهز، انا اديني الكتاب كده زي ما هو مغلف كده ومتقفل وانت تفتح البلاستيكيه في البيت. طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا معاك وعن بقى ازاي السوشيال ميديا بقت تاثر علينا بشكل سلبي خصوصا في ظروف الكورونا، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل في فقرتنا التانية من برنامجكم إن بوكس النهاردة. النهاردة الفقرة التانية زي ما كنا بننوه في مقدمة الحلقة إنها مهمة جدا، إحنا بنتكلم على السوشيال ميديا ومعدل استخدام الناس للسوشيال ميديا في الفترة اللي إحنا بنعيشها، فترة الحظر وأجواء كورونا، فالموبايل أقرب للواحد من أي شيء تاني. ده الموبايل بطاريته قربت تبوظ مني بسبب الواحد طول النهار قاعد على الموبايل، دي حقيقة. ويمكن إحنا كمان معانا أرقام رسمية باستخدام السوشيال ميديا الفترة دي، فترة الحظر الصحي والكورونا، ويمكن بحسب وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات لقينا انه حجم استهلاك الانترنت وصل ل 89%، دي نسبة برضو كبيرة جدا، ده في ظل طبعا أزمة كورونا بس، وزادت نسبة استخدام الفيسبوك عشان توصل ل 151%.
كمان نسبة تصفح مواقع الانترنت بقى اللي هو الويب براوزنج بشكل عام وصلت ل 131%، وزادت نسبة استخدام موقع تيك توك الأشهر ل 194%، ونسبة استخدام تطبيق الواتساب وصلت ل 34%. طيب خدتوا الأرقام من نوران، الأرقام دي يا جماعة بتقول لنا الزيادة الرهيبة في استخدام الناس للسوشيال ميديا بأنواعها. طيب هل الزيادة دي أثرت بشكل إيجابي ولا سلبي على صحة الناس؟ مبدئيا في برامج كده بتشتغل بتحليل الكلمات الدلالية أو الكلمات المبدئية زي متضايق، مخنوق، البقاء لله، مش عارف، في بعض الكلمات كده بتحلل من خلالها الاتجاه العام على السوشيال ميديا ماشي في الاتجاه الإيجابي للشخص ولا الاتجاه السلبي. للأسف الموضوع سلبي جدا، ده بالعكس، ده في بعض التقارير بتقول انه 2020 هو أسوأ عام على السوشيال ميديا من حيث السلبية، او العام الاكثر كآبة في تاريخ السوشيال ميديا والانترنت او في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. يمكن ليه؟ لانه لما جم يحللوا ابرز الكلمات المستخدمة والاكثر بحثا على مواقع مثلا زي تويتر وفيسبوك، لقوا انه المواقع كلها بتتكلم عن كلمات سلبية، مثلا محاولة البحث عن علاج، عن فاكسين مثلا، يعني نتخيل الكلمات اللي ممكن نلاقيها على الويب سايتس والمواقع، وتخلينا نشوف انه الناس دي قد ايه فقد الامل، فبتحاول تدور مثلا على امل، ولكن برضو الخوف والسلبية بتأثر على مشاعرهم بشكل كبير جدا. لو انه الكلمات دي الاكثر استخداما في سنة 2020 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي احنا بنتكلم في نظرية الفرخة ولا البيضة، يعني مين بيأثر على مين او مين اللي جه الاول. فنقول هل السوشيال ميديا الاخبار السلبية اللي احنا بنكتبها ده دليل على ان احنا يعني نفسيتنا يعني فيها مشكلة فبالتالي ده ظهر على السوشيال ميديا، ولا ناخد العكس ان هو الكلمات اللي احنا بنكتبها على السوشيال ميديا كانت بقى حالتنا نفسية كويسة، كانت متوسطة، كانت سيئة، هل المفروض ده بينعكس عليا من خلال السوشيال ميديا؟ الحقيقة الاتنين، يعني اللي داخل بسلبيته على السوشيال ميديا بيأثر على اخرين، واللي داخل بإيجابيته لقى حاجات سلبية فدي برضو أثرت عليه، فاحنا لقين ان التأثير سلبي. عامة في كل الكتب اللي بتتكلم عن إدمان السوشيال ميديا وإدمان العالم الرقمي أو الناس اللي انعزلت شبه انعزلت بجزء كبير من حياتها وبقت حياتها الأساسية موجودة على السوشيال ميديا بيستخدموا بعض الأشياء الأساسية علشان هو يعمل كده. ما هو الموقع ده أو التطبيق ده هو عايز يكسب، فبالتالي لازم يدرس الناس كويس، فبيشتغل مثلا على المحفزات الداخلية أو الخارجية، بيشتغل يعني مثلا حد يجي ينزل صورته، فكرة اللايكات أو اللاف أو العدد ده بيبقى كأنه إيه، حافز إيجابي، بديكي حاجة مكافأة، فبالتالي هبقى عايزة أنزل تاني. نفس فكرة القمار بالمناسبة. ما أنا عايزة أقولك أنه يمكن في دراسات وأبحاث علمية كتيرة جدا اتعملت على نفسية المتابعين والمستخدمين للسوشيال ميديا والمواقع أو مواقع الإنترنت بشكل عام، عشان كده لقينا أنه الإفراط في استخدام السوشيال ميديا بشكل زايد عن اللزوم ده بيأثر بشكل سلبي جدا على نفسية المستخدم. زي ما كنا بنقول أنه اللي بيدخل يلاقي البقاء لله أو حد أصيب بمرض سواء كان الكورونا اللي احنا عايشينها الأيام دي أو مرض تاني خالص، بلاقي انه احنا بنتأثر. حتى لو انا ايجابية، عندي طاقة ايجابية، بدخل بمجرد انا بشوف الاخبار دي اكيد بتعكن وبتضايق. فالافراط في استخدام السوشيال ميديا لقوا انه بيأثر على الشخص من الناحية العضوية ومن الناحية النفسية. ازاي من الناحية العضوية؟ انه طبعا طول ما انت قاعد على الانترنت سواء بتتفرج على فيلم، تقارير، مسلسلات، اخبار، اشاعات، اي حاجة، هتبقى عايز تاكل، فبقى عندك نهم للاكل، فوزنك بيزيد، فبتتعرض للسمنة. ده من الناحية العضوية. اما من الناحية النفسية زي ما احنا بنتكلم انه الاخبار، الاشاعات، انا في ناس بمجرد زي ما معناها تقرا خبر مش عارفة هي بتتحقق منه اساسا، هي بتقراه بتاخده ان هو ده مسلم بيه، ودي مثلا تبقى اشاعة، النقطة يبقى دي خبر، لازم نقف عندها، يبقى خبر غلط جدا، بتتأثر ويفضل صحيح. يردد الكلام صحيح. ويعمل شيرنج للاخبار على صفحته وهكذا، سلسلة من الاخبار اللي مليانة اشاعات بتنتشر على السوشيال ميديا، كمية من الطاقة السلبية بتنتشر بين الشباب وبين الناس، وبالاساس هتلاقي الموضوع ملوش اي صحه. صحيح، هي بتبقى في استراتيجيه لنشر الاشاعه بالزبط. من الاساس، فهم بيعتمدوا على قواعد اساسيه. علشان كده يا جماعه، علشان تفهم الموضوع ده بشكل كويس، علشان تعرف ايه الخطر اللي بيجي لك سواء انت واخد بالك او مش واخد بالك، متعمد او مش متعمد، لازم تقرا شويه فكره عالم السوشيال ميديا،
إدمان السوشيال ميديا، طريقة التعامل مع السوشيال ميديا، زي ما كنا بنتكلم قبل كده فكرة فلترة. أنا عمري ما حد قال لي خبر وقلت لحد تاني أو لما تتأكد منه لازم أدخل على مصدر واثنين وثلاثة، ولو لقيت حتى المصادر كلها بتقول وأنا حاسس إن في حاجة كده ما أكلمش فيه أصلا، لا إيجابي ولا سلبي، لا فيه ولا ثبته. بالظبط. عايز أقولك إنه يمكن إحنا في أزمة الكورونا في كذا مصدر يا جماعة رسمي، مصدر رسمي نقدر نتأكد ونتحقق من صحة المعلومات اللي بنستقيها من على الفيسبوك أو أي مصدر أو منصة من منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نكمل كلامنا، بس الأول ناخد إنجي معانا على التليفون. يا إنجي ازيك؟ ازيك يا نوران، عامله ايه؟ تمام. عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله، انتوا الاخبار؟ الحمد لله. يا ستي احنا بنتكلم عن تاثير السوشيال ميديا بشكل سلبي جدا على نفسيتنا الفتره دي، انت شايفه الموضوع ده ازاي؟ يعني والله 2020 قامت بالواجب وبالزياده. يمكن احنا اصلا بقالنا سنين كنا مثلا بنشتكي مثلا ان في شهر 8 بتحصل فيه وفيات زياده، مش عارف موجة برد ساقعة شوية، فدي كانت أقصى حاجة بتحصل لنا. جت بقى 2020 كده عملت كومبو لطيف كده وديتنا وجبة دسمة من الكآبة والنكد. طب ده حتى أخبار الأجازات بقينا نفتكر، فاكرين يا جماعة الأجازة اللي خدناها علشان مش عارف لما نطرت الدنيا؟ كلنا قاعدين طول الوقت في أجازات، يعني هتفرق معانا في إيه في الأجازات دلوقتي؟ طيب أنتي بتتعاملي إزاي على السوشيال ميديا؟ بصي والله انا من بدري يعني محجمه الموضوع ده، لان انت عارفه كميه الطاقه السلبيه، يعني حتى لو الواحد طول الوقت بياخد باله منها هي بتتسلل ليه من غير ما يحس، فتلاقي شعور بالكآبه كده جواكي حتى لو انت مش مدركه ان ده بسبب اللي انت بتتعرضي له. فانا من بدري بصراحه باخد اجازه كل فتره كده، يعني اللي هو مثلا كل 3 4 شهور اختفي مثلا اسبوعين 3 اريح فيهم اعصابي. لو في حد شايف ان هو مصدر طاقه سلبيه بالنسبه لي طول الوقت بعمل انفولو للناس دي. انا في العادي اصلا حتى في حياتي ما بحبش الناس اللي هي بتصدر طاقه سلبيه طول الوقت. طبعا مش بنتكلم عن الناس اللي عندها مشاكل عاديه، لا انا بتكلم عن الناس اللي بتصدر طاقه سلبيه، الشكايه اللي هم بيشتكوا كتير طول الوقت، طول الوقت بيشتكوا. بس ساعات كمان عارف انت بقى فكره ان انت طول ما انت قاعد تعمل سكول داون مش لازم نقرا اول ما بلمح، يعني انا مثلا مواضيع الحيوانات قوي والحوادث بتاعت الحيوان بتاثر فيها جدا، ممكن اعيط وممكن اقعد بيومين ثلاثه مكتئبه بسبب الموضوع ده. اول ما بلمح حاجه كده بعمل سكول داون، ما بقراش تفاصيل، ما بشوفش صور، ما بتعاملش مع الموضوع ان هو لازم اعرف بقى، لا يعني بنجو بنفسي زي ما بيقولوا يعني. صح. ده ودي طريقه من طرق ان احنا نتجنب الاخبار السلبيه على السوشيال ميديا. طب برافو عليك. ازاي اقلل وقتي بقى يا انجي؟ قلل الوقت اللي بقضيه على السوشيال ميديا، انا هتعودي على 6 ساعات. المشكله ان السوشيال ميديا يعني حراميه قوي، انت طول ما انت قاعد انت ما بتحسش بالوقت عليها، فهي فكره بقى ان انت ما تسرحش، فاهم اللي هو اشغل وقتك، يعني انت مثلا هتتفرج على فيلم، هتقرا كتاب، عندك شغل تخلصه، هتسال على حد، اللي هو فكره ان انت تشغل وقتك بقى، لكن طول ما انت ماسك الموبايل في ايدك وعندك وقت فراغ غصب عنك هتلاقي نفسك عمال الوقت بيضيع منك وبيتسرق منك. يعني انجي يمكن كان من يومين كده شفت بوست على الفيسبوك انه حد معلم عامل مارك كده على العلامه اللي على الفيسبوك اللي هي بتاعت التي في، يعني انت بتخشي تفتحيها وتلاقي بقى كل الفيديوهات الفنيه، الكورونا، اي حاجه ليها علاقه باي حاجه هتلاقيها على الفيديو ده وتسحب نفسك. فلقيت انه البنت او الولد يعني اللي كاتبين البوست ده بيقولوا انا بدخل الساعه 10 بالليل بخلص الساعه 10 الصبح ما بحسش بنفسي، بيفضلوا قاعدين مش حاسين بنفسهم على الفيسبوك. ده حقيقي، انا برضو اوقات كتير بخش مثلا ادور، عارفه عامله زي موقع بنترست كده، يعني بنترست انت بتخش عليه تدوري على صورتين ثلاثه انت ما بتحسيش بالوقت، بتلاقي عدى ساعتين ثلاثه. فهو نفس الحكايه بالنسبه لو انت بتحبي حاجه، يعني اكيد الشخص اللي كاتب ده هو بيحب يتفرج على الفيديوهات كتير، فهو بيخش بيتابع فيديوهات فجاه ما بيحسش بالوقت، هو فيديو جاب وراه فيديو جاب وراه فيديو، فالموضوع بيبقى بيسحب من غير ما تحسي. عشان كده تنظيم الوقت في الموضوع ده مهم جدا. يعني نشكرك جدا يا إنجي. شكرا جزيلا. بصي بقى فكره، انا كنت قريت برضو حاجه على الفيس كده، كان حد بيقول لك ايه، عارف الاحساس، كان كاتب مقال كبير عن الموضوع ده، بيقول لك عارف الاحساس بتاع وراك حاجه بس مش عارف هي ايه، يعني عارف الاحساس ده اللي هو وراي حاجه بس مش عارف هي، انا حاسس ان انا عندي حاجه لازم اعملها بس مش عارفها، اللي هو الاحساس اللي بيجي بعد الامتحانات على طول،
اللي هو كل يوم مذاكره مذاكره عشان اتعود على روتين معين. ده بقى بيجي في الحياه الطبيعيه دلوقتي للناس. فكان من وجهه نظره يعني ما مش عارف ممكن يكون صح ممكن يكون غلط يعني، فكان بيقول انه عشان بقى عندنا حاجات متعدده، عندك فيس عندك يوتيوب عندك تويتر عندك مش عارف ايه، فكل ده حاسس انه في حاجه ما عملتهاش، في حاجه انت لسه بتدور عليها. ما هو المشكله وانت بتقلبي بتحسي ان في حاجه انت بتدوري عليها، بس انت فعلا انت ما بتدوريش على حاجه. وبقت في حاجات تفاصيل كتير، لازم اشوف ده ولازم اشوف ده ولازم اشوف ده ولازم اشوف ده، ويمكن كمان انت من جواكي مش عارفه انت عايزه تشوفي ايه وايه قبل ايه. وممكن ساعات بتحصل انه حد مثلا عنده ريسيرش، عايز يعمل بحث، عايز يعمل حاجه، فيخش عايز يجيب معلومات معينه، يدخل على الفيسبوك ينسى اصلا هو كان داخل على الانترنت يعمل ايه. فللاسف هو كمان وصل انه بيعطل الناس عن شغلها او ابحاثها او اعمالها بشكل كبير جدا. انجي قالت حاجه عجبتني، قالت الاخبار السيئه اللي هي بتاثر فيها هي تحديدا مثلا زي الحيوانات وحوادث الحيوانات بتقلبها، مش لازم اقف عند خبر مزعج، عند مثلا تلاقي شارين كتير لخبر فتشك يعني ان هو مش حقيقي، فمش لازم ان انت تركز فيه الا تدخل وتتاكد من صحته وهكذا. ممكن لو انا بستخدم السوشيال ميديا كتير ومش قادر اتوقف عنها، خلاص يبقى اختار ونقي معلوماتك والاخبار اللي انت بتقراها على الفيسبوك. نحاول كمان نبعد الموبايل عننا، الناس الشكايه نعمل لها ان فولو او ان فريند مثلا، بس دول هيزعلوا مش عارفه بقى يعني. ما هو استني يومين ثلاثه، استني يومين ثلاثه. طب مريم، مريم مساء الخير. مريم معانا بقى هتقول لنا اخباركم ايه؟ احنا كويسين الحمد لله. شوفي شوفي الامل وال مريم انت مريم قولي لي يا مريم، دلوقتي الناس اللي هتنزل بقى صورها تعبانين وكل شويه صور مش عارف ايه وكل شويه بيشتكوا من الوضع وبيشتكوا اللي هو على طول شكاوى شكاوى شكاوى، دول نشيلهم ولا يزعلوا؟ هو يزعلوا اظن لو شلتهم، بس هو مش هيعرفوا يعرفوا مين شلتهم الا لو بطلت تعمل اي انتراكشن مثلا او متعود تعمل انتراكشن كتير. فلو لقوك سامعني؟ معاك. لقوني ايه؟ قولي كملي. لو لقيت بطلت تعمل عندهم بقى لايك وكده ممكن ياخدوا بالهم، لكن هم ياخدوا بالهم منين لو انت عملت لهم سامبل؟ لا انت عارفه، انت عارفه ان في ناس بتبقى مركزه جدا لعدد الفولورز اللي عندهم او الفريندز اللي عندهم على الفيسبوك، لو حد قال لي يدخل يدور مين اللي اختفى من عنده او اللي طلع من عنده. يا خبر دي مريضه شويه صعبه شويه دي يعني، فهم هتبقى تعبانه دايما. بس هو عامه هو فعلا الفيسبوك او عامه يعني السوشيال ميديا الايام ديت فعلا، انا مقدره على فكره ان الدنيا كلها عندها يعني متضايقه من الوضع وكلنا متضايقين من الوضع، وشيء طبيعي جدا ان الناس تعبر عن ده وتعبر ان هي متضايقه. بس مضطرين نستحمل بعض ومضطرين ان احنا يمكن لو خدنا الموضوع بتريقه او بضحك شويه او بسخريه ممكن ده يعني يبسطنا شويه او يخفف شويه من حده الزعل او الاكتئاب او الياس. انا عن نفسي يعني لا، لو لقيت حد من اصحابي عامل يعني كتب حاجه فيها اكتئاب او احباط او كده مش هعمل له انفولو قوي برضو، انا بس هبقى يعني هبقى هحاول اطمن عليه لان احنا كلنا في ظرف مش كويس، خلينا نطمن على بعض. لا احنا مش بنتكلم على الشخصيه دي، احنا بنتكلم على الشخصيه اللي هي طبعها بتكتب يعني كل يوم لازم في بوست سلبي، لازم في كتابه حاجه فيها سلبيه، في حاجه تضايق. صعبة دي لسه صعبة شوية. هتتجنبي ان انت تقري اخباره او تقري بوستاته؟ هحاول ان انا يا اما الاول هحاول اساعده ان انا اكلمه يعني هديه شوية او اقول له الدنيا شوية فيها حاجات كويسة ممكن تبص عليها لو هو صاحبي قوي. لو حد ما اعرفوش قوي قوي ممكن يعني ابطل ابص على هو. الاكتر كمان اللي احنا بنعمل له انفولو دلوقتي الاخبار، لان في اخبار كتير بطلت مش كويسة، فبنضطر بقى نعمل انفولو للاخبار والمواقع الاخبارية. لا ما انا ما اقدرش اعيش من غير ما اعمل فولو للمواقع الاخباريه، ما اعرفش بس المواقع اللي بتدي بس اخبار حقيقيه وموثوق فيها. بشكرك يا مريم، شكرا جزيلا. يمكن الموضوع ده الكلام فيه عمره ما هيخلص، لكن خدوا بالكم واقروا كويس عن السوشيال ميديا، ازاي تتعاملوا مع السوشيال ميديا لانها سلاح، ممكن تستخدمه في صله الرحم، تكلم ناس مش عارف تشوفهم عشان في تباعد اجتماعي، تشتغل عن طريق السوشيال ميديا، تطمن على اصدقائك، وممكن تكون سبب في ضغط عصبي في تعب نفسي ممكن ياثر بعد كده يبقى تعب جسدي. طبعا احنا خلصنا الفقره دي، هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم عن الدراجات عموما في مصر، ونتكلم عن مبادراتها ونتكلم عن تفاصيل كتير. خليكم معنا.
ورجعنا لكم تاني، لسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس. وزي ما وعدناكم ان الفقره دي هنتكلم عن مبادره لطيفه جدا بتشجع تحديدا الفتيات على ركوب العجل، ويمكن المبادره دي كانت موجوده من قبل ظروف الكورونا. حصل انه طبعا جت ظروف الكورونا بدات الناس تقبل على ركوب العجل بشكل اكبر بكتير، وكمان البنات بدات تتشجع ان هي تنزل تركب العجل. وينكس بايك هي المبادره اللي بتشجع الفتيات والناس ان هم ينزلوا يعملوا جولات جماعيه. كمان حصل تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بعد المبادرة اللي أطلقها دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدراجتك صحتك، زي ما قلنا لكم في أول الحلقة. والمبادرة دي بتشجع الناس إن هي طبعا تعتمد على العجل بشكل أكبر كرياضة، وفي نفس الوقت بتوفر لهم العجل بأسعار زهيدة وبتسهيلات في السداد على فترات متباعدة. تفاصيل كتير هنتكلم مع مؤسسي المبادرة طبعا شيماء عثمان، برحب بيكي مؤسسة مبادرة تشجيع الفتيات على ركوب العجل. كمان معانا المهندس مصطفى سعودي مؤسس مبادرة تشجيع الفتيات على ركوب العجل، وانا بحييك عشان انت بتشجع البنات على ركوب العجل. انت بتشجعهم لله ولا عشان تعبوك في سواقة العربيات؟ سواقة العربيات لا، عشان يوتر سواقة العربيات. مش مهندس يا باشمهندس، شفتي؟ ما تسهرش عمر هاخد صفه يعني راجل زي لازم. لا لا عشان انت اكيد بتعاني، انا حاسس بيك. طب نبدا بشيماء بقى، يعني شيماء الفكره جت ازاي وامتى؟ الفكره جت في البدايه خالص، انا يعني بحب العجل جدا من زمان جدا، وانا طفله اساسا بركب عجل دايما، فما كانش بيقابلني اي انتقادات، والمجتمع كان بيبقى متقبل الفكره جدا. بدات برضو يعني بعد بقى سن المراهقه وكده، بدات برضو انزل بالعجل، فبدات الاقي ان الناس بتنتقد الفكره ونظرات غريبه ويعني مضايقات في الشارع وكل الكلام ده، بلس كمان اهلي بداوا برضو ان هم لا يعني يمنعوني شويه عن ان انا امارس الرياضه دي. فبدات يعني انا بعشقها جدا، فقلت طب ليه يعني، هي ايه الغلط ان انا انزل امارس رياضه انا بحبها جدا. بس فالفكره بدات بقى ان انا اصلا مدربه، ف يعني كنت بروح العجله. بتروحي شغلك بالعجله؟ بروح صح؟ شغلي انا اصلا شغاله في جيم، مدربه في جيم. بس بدأت بقى ألاقي الناس بتبدأ تسألني طب علمينا، طب يعني أنا بخاف جدا، بحس بعدم ثقة، فبدأت معهم واحدة واحدة كنوع من أنواع المساعدة، ولقيت أنهم بتفرق كتير في شخصيتهم كمان، غير أن هي بتبقى حاجة كويسة جدا كلياقة، لقيت أن شخصيتهم اختلفت جدا وبدأوا يشتروا عجل. فعجبتني الفكرة جدا، فبدأت فعلتها عن طريق بيج على الفيسبوك. بدأت في البداية طبعا لوحدي، وبعد كده بقى قابلت المهندس مصطفى وهو اللي شجعني وكان سبورت ليا جدا. طب حلو قوي، يعني خلينا بقى نتكلم مع باشمهندس مصطفى، ليه حبيت تأسس كمان مع شيماء مبادرة لتشجيع الفتيات انها تركب العجل؟ المبادرة بتاعت شيماء كانت عجباني في الأول، انا كنت مع شيماء الأول كمشارك. خدت الموضوع، هي واخدة الموضوع رسالة، يعني الموضوع رسالة، الموضوع له أبعاد تانية. البنت اللي بتركب العجلة بيحصل لها حاله توازن نفسي، بتقدر تواجه المجتمع، بيبقى عندها ثقه في نفسها يعني طبعا عندها اتزان. العجله بتزود التركيز، بتزود الوعي. الموضوع له ابعاد ثانيه نفسيا مع البنت، غير البعد الاولاني اللي هو احنا بنمارس رياضه. النقطه الثانيه، احنا انا وشيماء خلاص رحنا في حته ثانيه بقى، غير ان احنا بنعلم بقى، خلاص احنا ان شاء الله الفتره الجايه اشتركنا مع جمعيات خيريه، بنعمل جولات خيريه، بنتات خيريه للتعريف بالجمعيات الخيريه دي بأهدافها وكان ده كله. في جامعات خيريه صغيره ما حدش يعرف عنها حاجه، في جامعات كبيره بس محتاجه يعني برضو احنا شويه المجتمع بتاعنا بعيد عن دعم المجتمعات الخيريه. فده شغالين برضو في المبادره دي ان شاء الله برضو معانا، بنحس ان رسالته اكبر من كده وتوصل اوسع من كده. كمان احنا خرجنا بره سكوب ان احنا برضو بنعلم بنات بس، بقينا بنعلم كمان ولاد، في ولاد صغيرين سن 7 سنين 8 سنين 13 سنه برضه بيتابعوا معانا، يعني عشان ما بقاش بس ما بقاش بنات بس. بنات واولاد. بنات واولاد. طيب هل في فتره الحصر اثرت معاكم ايجابي ولا سلبي؟ يعني زودت الموضوع ولا قللته؟ للاسف كان سلبي للاسف، ولكن احنا برضه ليه رد على السلبي دي بس بعد ما نخلص كلام؟ ما هو احنا عملنا ايه برضه؟ احنا دورنا ان كل واحد فينا المفروض بيغير في البيئه اللي حواليه على قد ما يقدر، بيبقى تغيير ايجابي. انا شفت المبادره، كان في مبادره معموله في فرنسا وكان في مبادره معموله في انجلترا برضه. احنا عاملين مبادرات قبل كده، يعني كان في مبادره السنه الفاتت بتاعت السيد رئيس الجمهوريه في الدرجه لكل مواطن، وكان في بعديها مبادره تحضر الاخضر كانت معموله في اول السنه دي،
وفي مبادره الدكتور اشرف صبحي دلوقتي. فاحنا عاملين قبل كده مبادرات يا جماعه، احنا مش لازم ناخد من بره ونقلد، احنا عاملين. فابتدينا نشجع الناس وابتدينا نشارك الكلام ده على الصفحه بتاعتنا، وفي ناس اتشجعت ونزلت يعني، بس ما كانوش كتير. بس احنا كنا شايفين ان ده برضو ايه احسن من ما فيش يعني. ادينا بنغير الفكره اللي حوالينا. انا اول مره نزلنا على فكره بثلاثه، ثاني مره كانوا خمسه، ثاني مره بقوا ثمانيه. من امتى بقى يعني الفتره كانت من امتى؟ من قبل مثلا الكورونا بقد ايه؟ احنا ما وقفناش تقريبا، هو من ساعه ما ابتدى الدنيا تضيق شويه من موضوع الحظر، لما ابتدى المواعيد بتاعت الحظر برضه كانت بتحددني عشان برضه الناس اللي بتنزل عشان برضه يدي فرصه ان انا يروح او الكلام ده كله، فده كان محددني شويه في المواعيد. ولكن برضه ناس كانت بتنزل يعني، كان في ناس بتتشجع وتنزل. هي دي النقطه بقى اللي انا عايزه اكلمكم فيها. يمكن فتره الحظر ناس كتير قوي بدات تعمل طرق ثانيه ترفه بيها عن نفسها، زي ان هي تنزل تتمشى، تتريض على رجليها، او تجري، او كمان تركب العجل. وده انا كنت بشوفه شخصيا في شوارع كتير جدا مثلا في مصر الجديده، انه الشباب والبنات كمان بداوا يقبلوا على ركوب العجل بشكل كبير جدا. فهل فتره الحظر، انت حضرتك كنت بتقول ان هي لا اثرت بشكل سلبي، هل في مناطق معينه ولا على عموم مصر؟ ان انا مثلا في مناطق كان فيها اقبال على ركوب العجل بشكل كبير في العموم. ما هو يعني اللي بينزل النهارده بينزل خايف يعني. احنا عاده لما في عندنا جوله بننزل، هنعمل جوله في منطقه احنا بنبقى 50 60 فرد. احنا كنا بننزل في الفتره بتاعه الحظر بننزل 10 12 وبرده انا برده كنا بننزل، احنا برده مقللين العدد من ناحيه ثانيه عشان برده يبقى في مسافه في التباعد الاجتماعي، كل واحد يحافظ على عجلته، كل واحد يحافظ على نفسه. بنبقى برده شرطين على الناس في الاجراءات الاحترازيه، تبقى عجلتك متعقمه، لابس الماسك، الكلام ده كله. في ناس بتتضايق من الكلام ده، في ناس شايفه ان الكلام ده بيبقى فيه قيود عليه، ما بيستمتعش يعني. هو متعود ان الرياضه دي انا لازم استمتع، انطلاق بقى انطلاق يعني. يعني ايه البس ماسك؟ بس واحده واحده برضو الفكر بيتغير بالظبط بالظبط. يعني الواحد بيبقى بيتغير. طيب شيماء، بما انك بقى اهل الذكر وجيم والقصص دي، بيعملوا برنامج التدريب بتاعك الفايده ايه؟ عامل برنامج التدريب بتاعك كمان. طيب الاستفاده للست في جسمها كرياضه، في مناعتها من ركوب العجل، ايه للستات بقى؟ تكلمي الستات اللي موجوده معانا اتفرج علينا. لا طبعا هي حاجات كتير جدا. اول حاجه طبعا بتزود اللياقه جدا، بتحسن جدا جهاز الكارديو، غير ان هو بيشد الجسم جدا، وكمان صديقه للبيئه يعني. هي الدراجه صديقه للبيئه، هي في الفتره الحاليه هي امن وسيله مواصلات، وبتدي ثقة طبعا جدا للبنت، بتخليها ما تكونش متخوفة من أي حاجة يعني. ممكن اللي تسوق عجلة تستعد بيها عن كل التمارين التانية؟ هي حاجة طبعا أساسية، هي يعتبر رياضة كارديو، وهي بتحسن جدا مستوى اللياقة في الجسم، معدل الحرق، ومعدل الحرق طبعا بيزيد، بتشد الجسم جدا، بتحسن يعني عضلة لكن القلب. لكن ما بتأثرش على التكوين العضلي للسيدة يعني، مثلا ما تبقاش مليانة عضلات بشكل شيب. لا الشيب بتاع الجسم بتخليه مظبوط جدا. فهي العجلة من أفضل التمارين الهوائية يعني، ممكن الواحد يمارسها يعني. طب شيماء، كنت شايفة إقبال من البنات على المبادرة بتاعتكم الفترة اللي فاتت؟ في البداية طبعا كانت أسئلة كتير جدا بتجيلي، انا ما بعرفش، انا خايفه، انا خايفه الناس تبص عليا، انا يعني اسئله كتير كتير طبعا. انا بكون في ناس بتقول لي انت عندك طاقه ان انت تردي على كل الاسئله دي، انا كان بالنسبه لي ده سعاده غير عاديه. لا بحاولت اقنع ناس، واثرت فعلا على ناس جدا انهم يشتروا عجل ويغيروا فكرتهم عن فكره ان هم ينزلوا بالعجل. لا ناس كتيره الموضوع اختلف معاها جدا، وبدات تنفذ الفكره، وأوريدي دلوقتي الناس بقت انتقلت من مرحلة المبتدئة لحد محترف يعني، وبدأ يمارس رياضة العجل بمسافات وكده. فالموضوع فعلا أثر في مجتمع يعني، ناس كتير جدا معايا. أنا بدأت المبادرة من 2018 تقريبا، بقالي كده سنتين تقريبا، علمت 1500 بنت وسيده. ما شاء الله، الله برافو. ما شاء الله، ده رقم كبير. الله اكبر. في جزء كبير منهم بداوا يشتروا عجل وبداوا يمارسوا بيه حياتهم الطبيعيه، يروحوا بيهم شغلهم كده يعني. طب مهندس مصطفى، هل انت شايف ان في مده معينه في اليوم يعني الافضل مثلا نص ساعه؟ انت عارف واحنا اطفال من 12 الظهر لحد 11 بالليل بالعجله بالليل. بعد ما كبرنا بقى لينا ليميت معين وبعد كده يبقى مضر ولا ايه؟ على هدف، على حسب الهدف بقى اللي انت عايزه منها. يعني انت عايز، في ناس بتركب العجله وعايز يعمل شريدنج، عايز ينحف. ماشي. ده بنصحه ان هو يبقى مينيمم ساعه يومين، اقل حاجه اقل حاجه. في ناس تانية عايز تعمل بالكنج، لا ده مثلا انت ما تزيدش عن 10 دقائق يوميا. ماشي. او ساعه اسبوعيا.
في ناس عايزه تروح بيها وتروح الشغل وتيجي بيها برضو انطلق. ايوه هي النقطه دي بقى كنت عايزه اسالكم فيها، يمكن كنت بتقولي انه في ناس ممكن تروح شغلها، طب الناس المسافات البعيده يعني مثلا حد ساكن في مصر الجديده وشغله في اكتوبر، هل صحيا يقدر يروح بالعجله؟ ومن الناحيه الامنيه برضو يعني هل ده امن على نفسه ولا خطر، ويقدر ياخد بريك في النص ولا يقدر يكمل مسيرته عادي بدون توقف؟ ايه التفاصيل؟ في البدايه طبعا يعني ما ينفعش حد ياخد الريسك ده فجاه، خصوصا في شوارعنا، شوارعنا صعب جدا ان هو يروح من مصر الجديده كده، يعني المسافه فعلا مبالغ فيها، ممكن يعملها كمره كده محافظه لمحافظه بالظبط، يعني ممكن يجرب دي مره كده، يعني يجرب بس كده مره، لكن يوميا ده مش يعني مش حاجه واقعيه شويه، فلا يعني ممكن يعني تنصحي الاماكن القريبه من مثلا يعني بعض 20 كيلو ممكن طبعا متفاوته ما بين فتنس كل شخص، يعني في ناس اللياقه بتاعتها مستوى اللياقه بتاعها عالي فتقدر ان هي تسوق 30 40 كيلو عادي في اليوم وما تبذلش مجهود عالي، في ناس تانية لا من اول 8 كيلو تلاقيها بتنهك، فطبعا بالتدريج يعني الرياضه عموما الرياضه عموما بالتدريج تدريجيا، ما ينفعش فجأة كده حد يعمل كل المسافة دي. طب مهندس مصطفى لو عايزين بقى الناس، طبعا دلوقتي بقت في عجل بالتقسيط وبقى في الموضوع منتشر وبقت في مبادرة وبقى في دعم سواء بشكل رسمي طبعا هتنتشر بشكل رهيب في مصر، هل نقول انه في مواصفات معينة او في نصايح معينة تنصح بها الناس قبل ما يشتري عجلة في اماكن الاستخدام؟ يعني مجموعة من النصايح. برضو هرجع تاني اقول لك هو الهدف منها ايه، يعني هو لو هياخد مثلا عجله كرياضه في عندك مبدئيا في بناتي ولا اولادي، ده اول سؤال بيتسال. بينك ولا سودا؟ بتفرق. لا ده السؤال التاني مع البنات بقى. بصوا للالوان، احنا مش عايزين نتكلم في الالوان. لا يعني هل في نوع معين؟ لا والله بس السؤال ده بيتسال، نجيبها بينك ولا ما بحبش البينك، طب هي بنتي هي لا ما البينك لا لا هتفرق في ان بنت ولا ولد، لكن هل نوع العجله نفسه بيفرق؟ لا لا نوع العجله، في العجل البناتي بيبقى فيه الكادر من فوق بيبقى متكسح شويه لتحت، العجل الولادي بيبقى الكادر قديم. لا في عجل بناتي، في عجل بناتي الكادر كده نازل متكسح لتحت. تمام. بالنسبه في عندك ثلاثه كاتيجوري بقى بره وبنات ولا ولاد، في عندك اللي هو الماونتن اللي هو الكاوتش تخين شويه والعجله ده بيتهيألي في الصحراء والاماكن الناشفه في الصحراء الجبليه الكلام ده كله، في الرود شوارع مصر اللي هو بيبقى عجل درجات الرود او درجات الطرق اللي هي السباقات اللي بقى الجدوم بتاعها متكسح شويه بتبقى اخف وزنا، الطرب تبقى رفيعه، وفي الهايبرد اللي هو المقاس اللي بين الاثنين الكوتش اتخن شويه تتحمل شويه عن كده. لو في حد هيجيبها بقى لشغله يعني هيروح يجي بقى شغل انا بنصحه بالهايبرد، الرجل بتبقى عجله خفيفه بتتحمل شويه، اللي عايز يجيبها كرياضه ان هو يطلع يقطع بيها مسافات، في ناس بتسافر بالعجل في جروب، في ناس راحت جنوب افريقيا بالعجل. أيوه. وفي في مصر في جروب بيطلع بيكامبنج كل فتره في المحافظه بيروح اماكن. طب اللي هو الماونتن ده يقدر يروح بيه الشغل؟ لانه انا اعرف ان لا يروح هي الماونتن هي انسب حاجه في شوارع مصر يعني. ده السؤال التاني بقى، الطريق شكله ايه بالظبط؟ انت هتسافر شكل ايه؟ المنطقه اللي ساكن فيها شغلك شكله ايه؟ برضه بيحدد ماونتن ولا رود ولا هايبرد، يعني ممكن تبقى الهايبرد كويسه كمناسبه لو انت هتقطع مسافات اطول من الماونتن بس الطريق وحش لا هتروح على الماونتن، حاجات كتير بتحكم. طب المواعيد بقى يعني المواقيت اللي ننزل فيها ونمارس الرياضه للناس؟ انا من وجهه نظري لو انت عايز تركب العجله كرياضه وتستفيد بيها معاك من 8 الصبح لحد الساعه 11 انت بتاخد فيتامين د من الشمس دايركت، بتحسن البشره، بتحسن اداء الدوره الدمويه، بتحسن افراز الاندروفين في القلب. ما دون ذلك لا انطلق بالليل عايز تشتغل بالليل يعني ما بيكونش فيه حد، يعني مشكله يعني المشكله في ان احنا كله راح شغله خلاص كثافه مروريه قوي زي بالليل بالظبط، فده اللي بيأيدنا شويه بيخلينا ما نعرفش نعمل ده غير بس يوم في الويك اند والصبح بدري كمان علشان نقدر نتحرك براحتنا، خصوصا ان مفيش حارات مخصصه للعجل في الفتره الحاليه غير في اماكن معينه زي اكتوبر، اماكن معينه جدا بداوا بالفعل عملوا فيها طيب حارات للعجل يعني. حلو قوي، عايزه اتكلم معاكم بقى عن التنسيق ما بينكم وما بين وزاره الشباب والرياضه ومبادره ايه دراجتك صحتك. دوركم ايه في المبادرة دي أو في التنسيق ده يعني، وإزاي بتقدروا توفروا للناس مثلا العجل بأسعار زهيدة وأنظمة سداد الدفع يعني التفاصيل؟ احنا مبدئيا اشتركنا وشاركنا في الايفنت ده في المبادرة دي إن شاء الله، وشاركنا في الايفنت اللي هيتعمل عن طريق التسجيل في الويب سايت بتاعهم عملنا ريجستريشن، واحنا ما بن يعني احنا بنبدأ نسأل برضو الأسئلة اللي سألتها الأستاذ عمرو
انت عايز عجله شكلها ايه، نوعها ايه، استخدامك ليه هيبقى عامل ازاي، وببدا ابعته لناس احنا نعرفهم، في ناس انا بثق فيهم، بثق في المنتج بتاعهم. تمام. بنبدا نرشح لهم حاجات زي كده، وان شاء الله الفتره الجايه اللي هبدا ابدا ارشح الناس اللي هم هيخشوا تبع المبادره دي ان هو يبدا يوفر حاجه زي كده بالتقسيط، هبدا ابدا ارشح الناس دي يروحوا للمجموعه دي. طب ختاما بقى، عشان احنا في وقت استثنائي مش وقت طبيعي، فاكيد في اجراءات استثنائيه للوقايه اثناء اقتناء دراجه او قياده دراجه في الشارع، فاحنا شايفين الاجراءات ايه؟ الاجراءات طبعا لازم طبعا نكون واخدين كل الاجراءات الاحترازيه، من تعقيم نفسنا لتعقيم العجل طبعا. طبعا في وقت مثلا لو يعني هنكون معانا الماسك طبعا، وقت مثلا زحمه زي مثلا في الايفنتات اللي احنا بنعملها، في ناس يعني بيكون واقفين فعلا والدنيا زحمه قوي، فبنبدا نكون طبعا لازم لابسين الماسك بتاعنا، واخدين احتياطاتنا من تعقيم العجل لكل حاجه، جوانتي، ماسك، الكمامه، كل الكلام ده كله. طبعا اثناء واحنا ماشيين بنمارس الرياضه، هو مش صح ان احنا نفضل طول الوقت حاطين الماسك، فممكن لو احنا فعلا ما فيش الطريق فاضي يعني، واحنا اوريدي بناخد مسافات وبنكون يعني مظبطين النقطه دي، بيبقى معانا فريق تنظيم كل واحد ليه دور، فطبعا بنكون واخدين مسافات كافيه من متر لاتنين متر ما بين كل شخص، سواء شخص ماشي وراه او قدامه، فبنبقى واخدين بالنا قوي قوي من النقطه دي، بقى معانا الدنيا متامنه جدا، معانا عربيه دعم واسعافات اوليه وحاجات كتير وتعقيم وكده يعني. شيماء عثمان ومهندس مصطفى سعودي مؤسسين مبادره لتشجيع البنات على ركوب العجل والاولاد والاطفال وكل الناس، احنا بنشكركم شكرا جزيلا. عايز اضيف احنا في النهارده بقى في بينزل معانا اسر أسر كاملة كمان، حاجة حلوة. أنا شايفة إن دي ثقافة بدأت تدخل في المجتمع المصري بشكل كبير جدا، وأنا مبسوطة قوي من انتشار أو فكرة انتشار الناس تركب عجل بشكل كبير وبكل حرية وانطلاق. نورتونا جدا جدا جدا. شكرا. احنا أسعد بيكم يا فندم. شكرا. شكرا يا نورون. شكرا يا عم. مش ويش أهو. احنا يمكن فقراتنا لسه ما خلصتش، لسه معانا إن بوكس بعد المداولة، ولكن هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا.